ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا بنتك؟ تعالوا حبايبي. ايه طمنوني، رايقين؟ الحمد لله. مين الكبير فيكم؟ انا جد. اقعد جنبي. وانت مهران جنبي. يلا. اهلا بيكم يا حبايبي، منورين المنظر. اللي هيقدر فيكم يقول اسمه الاخر جد هديله 100 جنيه. مروان كامل محمد دياب ابراهيم عبد الله دياب عيسى. وانت يا ولد خيري؟ محمد خيري دياب. وانت يا ولد كامل صغير؟ حمزه كامل دياب ابراهيم عبد الله دياب عيسى مطار حمزه. جدع جدع، انت اللي هتاخد ال 100 جنيه. بس ما تزعلوش، كل واحد فيكم هديله 50 جنيه. بس ما تديش فلوس لحد من اهاليكم. ايه؟ مالك مهران ساكت ليه؟ انت كمان هتاخد 100 جنيه زي اللي جاوا. عشان انت ولد بنتي وولد انا كمان. هديكم الفلوس بعد الوقت. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. والبنات يا جد مالهمش؟ البنات ليهم يا ست البنات. لو قلت اسمك واسم امك واسم ستك لاخر واحده. لا اتكسف يا جد. ليه؟ عيب. عيب؟ عيب يا هندي، يا بنت منيره، بنت ست ابوها، بنت نفيسه، بنت خديجه، بنت الجاز. الجاز دي عمتي انا. عيب يا جد. هو عشان كسوفك دي هدي فلوس لكل البنات. بس ليكم مش لامهاتكم. بعد الوقت. يلا. حبايبي ولاد حبايبي. يلا يلا يا اولاد كملوا وقت. يلا يلا اتفضل يا حاج. خير يا حاجة؟ ايه اللي جيتيني عشانه؟ جو الزهرة بنت بدرة يا حاج محمد. هو جالي حد عدل وقلت له؟ وان كان العدل موجود. وهو مين؟ حمودة جوز بيتك الله يرحمها. بتقولي يا توحيد؟ ما تبقاش شجرة مرة طرحها برا. اللي بتقوليه هو اللي هيخلي المرار في حلقي ورقبتي طول العمر. ستر البيت تبرو نار أمها من تلاك. مالي أمال نار أمها؟ مرت أخوك نارها شبكة فيك. حتى أنت يا توحيد فاكر إن أنا السبب في بعد أخوي؟ ما أنت عارف الحكاية من الأول. أنا عارفة وأنت عارف وربنا فوق شايف. جوز البيت لأبو عيال بيتك وارتاح. أنا ناقص أجيب عقارب في البيت. عاوزاني أجيب بنت بدرة بسمها هي أمها وحمودة اللي موت بنتي وأديهم لحم ينهشوا فيه. كفاية يا توحيد. أنا عايزة المصلحة يا محمد. شوفي وراك إيه؟ يا تطلعي الحريم يا تروحي. أروح.